أنا أحد الأشخاص اللي طلعت في القادسية علي أن أنظر إلى مستقبل القادسية، ومستقبل القادسية يحتاج إلى وقت، وأبناء القادسية راح يكون لهم دور في هذا المهمة أو المهمات القادمة. اليوم شفت بعض العناصر يعني اللي شاركوا في دوري 21، يعني إن شاء الله المرحلة القادمة يكونوا أميز وأفضل. أتابع المراحل السنية، تابعت أمس نهاية تحت 18 سنة، يعني شفت هذا. بس بالأخير ننظر إلى مستقبل القادسية. بنواف، في البعض يحتب عليك ان التبديلات عيد تانديا كانوا مميزين. اي انا عندي دكه، بعد عندي لاعبين شباب فيهم يكونوا مميزين. الكل راح يكون مميز ان شاء الله، كثر الله خيرهم. عطوا يعني عيد قدم مباراه كبيره وكان هو الاميز، ايضا تانديا حتى مامادو بالاخير ضيع فرصه. اي شوف داخل السته وزويد دخل ضيع فرصه بعد، بالتالي يعني ايضا هناك دكه شباب يتدربون زين، يعطون زين، نعطيهم فرصة تقريبا. بالتالي لابد يعني لابد من التغييرات. عينك على اللاعبين الصغار بودي، شكلك على عينك على أحمد بودي. والله تابعت أمس أنا، يعني شفت كم لاعب الهجوم هذا بودي، شفت كم لاعب، وشفت لي الباك الشمال، وشفت الحارس المرمى، وشفت لاعب بالنص، وشفت والله كثير من اللاعبين. تأكد شفت ما أقدر أسميهم، ولكن هناك لاعبين زينين. طيب ونوف يقول يحتاجون إلى وقت، يعني لاعبين لهم مستقبل إن شاء الله. طيب ونوف يقول اختار 4 محترفين حد الآن، نقولهم ولا لا؟ لا ما تطرقت أبدا. جمعة، سيسيكو، تانديا، والله دملي. لا والله العظيم ما تكلمنا عن هالأمور هذه ولا فتحنا هالأمور، لأن أنا 10 أيام، وهالعشرة أيام تبينا يشتغل على فريق ولا تبينا ندور لاعبين؟ خلونا الحين نشوف الأمر بعدين. بس مستذبح على جمعة. ما تكلمت.